<applause> نعم الولايات المتحده الامريكيه دوله مؤسسات يعني هكذا تدفع وهكذا هو الواقع يعني خصوصا وهي دوله راسخه في الديمقراطيه. نعم تختلف الادارات والتناوب ما بين الديمقراطيين من جهه الجمهوريين من جهه اخرى لكن تبقى المصالح الامريكيه هي الاساس تختلف الادارتين بالتفاصيل وهذا ما شهدناه يعني إذا ما قارنا بولاية ترامب الـ45 كان يعتمد استراتيجية متطرفة في بعض الملفات خصوصا في منطقة الشرق الأوسط. يعني اتجاه بعض القضايا الأمر الذي اضطره إلى أن يستخدم القوة لإزاحة ما تعتقده الولايات المتحدة الأمريكية خصومه من يهددون الأمن القومي لكن بايدن هو سار على ذات النهج لكن بمرونه اقل، يعني بايدن استمر في قضيه فرض عقوبات ايضا حتى استخدام قضيه الضربات وال يعني الهجمات والرد الاقصى يعني مثل ما شهدنا في بغداد يعني ردود بضغوط قصوى ولذلك لا تغيير. الان يعني قد نشهد يعني مثل ما طرحت استاذ نجيب قد نشهد يعني تغير جذري وهذا هو الحديث الاهم من وجهه نظري ترامب لن يتحرك خلاف الدستور نعم هو يملك الرئاسه بقوه وايضا يملك مجلس النواب ومجلس الشيوخ لكن بالنهايه لا نعم لا يستطيع ان يتحرك خارج اطار الدستور الامريكي لذلك قد يستخدم صلاحياته والدستور الامريكي اذا ما قراناه يعطي صلاحيات كبيره للرئيس الامريكي هذا من جانب من جانب اخر حتى بعض المؤسسات سيتم تشكيلها وفق عقليه ترامب بالتحديد ومن ثم قد تصدر بعض القرارات من بعض المؤسسات لكنها بالتالي هي متماهيه مع عقلية ترامب او ما يريده ترامب سواء صفقات او حرب بالوكاله او هجمات مباشره هذا امر مفروغ منه من وجهه نظري لذلك انا اتصور من ان التفاصيل ستكون اكثر حده اي ان الولايات المتحده الامريكيه في زمن ترامب ستعتمد استراتيجيه أكثر تشددا من الـ الـ الديمقراطيين بالتحديد فيما يرتبط بالعلاقة ما بين واشنطن من جهة وطهران من جهة أخرى على اعتبار أن ترامب سيأتي معبأ اتجاه إيران هو لا زال يعني يتذكر هذا الأرث من العداء ما بين أمريكا وما بين إيران وايضا يستحضر الوقت القريب يعني حينما اتهم بايدن الجمهوريه الايرانيه من انها مسؤوله عن عمليه الاغتيال